الحقيقة هو الخط العربي هو هندسة، هو فن، وهو علم يعتمد زوايا، يعتمد المنحنيات، يعتمد التزويق، يحب برشا صبر، يحب لا بيرسيفيرونس. هذه دورة ماهيش الأولى اللي تنظمها مدينة العلوم الأيام الخط العربي، احنا لثالث مرة نعملوا هالورشات هذوما، ومازلنا باش نعملوا ورشات أخرين خلال شهر ديسمبر. الورشة مفتوحة للعموم، قسمنا حاولنا نقسموا بين الأطفال، مجموعة فريق للأطفال وفريق للشبان، يأسسها مختصون في فنون الخط، الأستاذ بشير الدراجي والأستاذ عماد الستي اللي هما مختصين في فنون الخط والإعلامية. حاولنا تكون ورشات فنية وعلمية في نفس الوقت، لأنه مدينة العلوم، احنا مدينة العلوم نربطوا بين الفن والعلم، الفن والعلم حاجتين ما يتجزؤوش، ويتجسم هذا من خلال الورشات هذية اللي قاعدين تراو فيهم توا. جاوها عباد ما كناش نتوقعوهم الحقيقة، مجموعة من الأطباء، من المهندسين، من الفنانين. كانت الدورة الأولى سنة 2019 في بمناسبة اليوم العالمي للخط، اليوم العالمي للعربية. في اليوم هذاك عملنا ورشة على هامش اليوم للخط العربي، واكتشفنا نهارتها قديش العباد مغرومة بالخط العربي وقديش لقات إقبال الورشة هذيك. الفن هذا نشوف فيه تقريبا في كل العمارات الإسلامية، يعني سواء كان يعني على الجدران، على في المتاحف، في النقائش، يعني هذا فن إسلامي متطور ويتطور يعني باطراد في يعني في كل المحافل الدولية. يعني في تونس في الحقيقة يعني احنا المركز الوطني في الخط يعني اهتم اهتماما كبيرا، تقريبا من عام 1994 انشئ المركز الوطني في الخط، يعني واعطى دفع كبير جدا للخط العربي في تونس، ونحاولوا احنا كمكونين باش نعطيه كذلك يعني الرؤية الصحيحة بالنسبة للخط العربي اللي في الحقيقة نحاولوا باش نوظفوه في كل المجالات، سواء كان المجالات الفنية وخاصة يعني في الجرافيك وما شابه ذلك، وفي الحقيقة الخطاط الحديث يجب أن يكون تقريبا مكونا في كل ما هو يعني برمجيات يعني حديثة ذات العلاقة بالخط العربي. الخط العربي كذلك عنده يعني مذاهب أخرى، يعني كتب على الجدران، ولا فن آخر اسمه فن الحروفية، الرسم بالحرف، وأعطاه كذلك يعني جمالية كبيرة وكبيرة جدا، خاصة في الرسم على الملابس، ويعني عدة مشاهد أخرى نجم نلقاها في الخط العربي. يعني شيء جميل، وأنه الخط العربي هذا نمرروه لصغيراتنا حتى ينشأوا على النظام والانتظام، وكذلك يعني هالفن الأصيل اللي في الحقيقة ربما في وقت من الأوقات تناسيناه. جيت انا ولدي وحبينا نشاركوا ونتعرفوا على الخط العربي، خاطر حاجه بتاعنا مالوغوزمون ما نعرفوهاش بالكدا،
حبيت نفهمها أكثر ونتعرف عليها. شفنا القصبة بيدها اللي نخدم بها، أنواع متاع القصب هذوما كيفاه تتقص، فما معناتها طريقة القصان متاعها كيفاه يتحول من قصبة إلى قلم، وبعد كيفاه نرسموا بها بالحبار. ما يلزمش هذايا يهبط تحت السطر. سن وحشي وسن انسي. انسي. الحركات على الخط الفارسي. هي ساعات طبيعتها ما انه